هذا الحديث يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، هذا حديث معروف ومعناه واضح، أن الإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح بين الناس هذا من أفضل الأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا